السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس. أسعد الله أوقاتكم جميعا أعزائي الطلبة. We're going to talk with you about Unit 9 Period 1. راح نتحدث معكم اليوم عن الدرس الأول من الوحدة التاسعة which is about only a game، مجرد لعبة. In this period we're going to discuss at the beginning the new words، راح نناقش مع بعض الكلمات الجديدة، وأيضا راح نأخذ فكرة عامة عن هذا النص، عن شو بتحدث. At the beginning of the text، في بداية النص طبعا راح زي ما انتم شايفين في النسخة الجديدة في عنا بعض اللاعبين المشهورين اللي بتابعوا الرياضة، كريستيانو رونالدو، جارث بيل، ومحمد صلاح. This is for the new edition، طبعا هذه النسخة الجديدة. نشوف مع بعض اللي هو النص، وراح نشوف مع بعض عن ايش بتحدث النص. At the beginning in the first paragraph، في الفقرة الأولى راح نناقش طبعا الكلمات الجديدة، بس خلينا نشوف. بتحدث عن انضمام جارث بيل إلى ريال مدريد في 2013. بعد ذلك بتكلم عن كتاب لواحد اسمه واين بارتون، بتحدث عن القصص المأساوية لبعض اللاعبين وتعرضهم للإصابات، وبتوقف عن اللعب بسبب هذه الإصابات. طبعا بتحدث عن لاعبين في البداية وشو هي إصاباتهم، وبعدك بتحدث عن لاعب وقصته برزت وتميزت، وبضل يتحدث إلى آخر النص عن هذا اللاعب. خلينا نشوف مع بعض الكلمات الجديدة في الصفحة في صفحة 89. طبعا عندنا very surprising، مهم تعرف الكلمات، لو صار جايب لك من النص replace the underlined parts with words from the text، استبدل الكلمات اللي تحت او الاجزاء اللي تحت تخطى بكلمات من النص، تعرف تجيبها من النص، لازم تحط عليها دائرة تعرفها. عندنا very surprising معناها astonishing، made very angry infuriated غاضب من، انه مدهش او مذهل. sad stories tragedies قصص حزينة او مأساوية. not a professional amateur اللي هو هاوي غير محترف. having future possibilities promising واعد او باهر. test trail تجريبي او اختبار. great fear terror بمعنى رعب او خوف شديد. have a good relationship get on well، طبعا بتجي مع with preposition حرف الجر، ينسجم او يتأقلم. second choice reserve بمعنى احتياط او خيار ثاني. طبعا انت راح تشوف وتكملوا هذه الكلمات. نرجع لنصنا اللي تحدثنا عنه، او نشوف عليش بتحدث النص مع بعض. Let's start with the first paragraph. خلينا نبدا مع بعض في الفقره الاولى، بقول read the article، اقرا المقال. then complete the tasks on page 89، راح نكمل الاسئله ونجيب عن حل هذه الاسئله في صفحه 89. طبعا by the way، بالمناسبه this text doesn't come at all، لم يات النص في ولا اختبار. ما بنقول احنا متوقعات، لكن مهم جدا يعرف الطالب كل الفقرات والتركيز على النصوص اللي ما اجت قبل هيك. نبدأ على بركة الله. بيسأل الكاتب في بداية المقال Are today's young sports stars overpaid؟ هل أجور نجوم الرياضة الصغار أو الشباب باهظة؟ It's an opinion، إنه رأي. It's an opinion، إنه رأي. You will often hear repeated، ستسمعه يتكرر. Especially، particularly، خصوصا طبعا. In the world of football، خصوصا في عالم كرة القدم. خصوصا في عالم كرة القدم. The figures are astonishing، طبعا الأرقام مدهشة مذهلة. طبعا قصده هنا بالفيجرز الأرقام السالاريز، إذا بدك تكتب يعني رواتب اللاعبين في عالم كرة القدم مدهشة أو مذهلة. When the Welsh player، لما اللاعب الويلزي جارث بيل joined ريال مدريد in 2013 في 2013، his reported salary راتبه اللي كان معلن عنه was around، كان حوالي 250,000 باوند a week، حوالي 250,000 جنيه استرليني في الأسبوع. Or if you prefer، إذا بتفضل 13 مليون 13 مليون a year في السنة أو annually سنويا. So every week، لذلك هو كل أسبوع، he طبعا Garth Bill earns as much as the average real supporter makes in 10 years، طبعا هو يكسب أو يجني أو يربح ما يعادل ما يكسبه مشجع ريال مدريد في 10 سنوات.
ما يعادل ما يكسبه مشجع ريال مدريد طبعا رابطة المشجعين في 10 سنوات. This may be an extreme example. هذا بقول لي ربما يكون مثال مبالغ فيه. But there are a lot more footballers around the world. يوجد مزيد من لاعبي كرة القدم حول العالم earning يكسب أو يربح almost as much. تقريبا نفس المبلغ. تقريبا نفس المبلغ. نيجي نفصل الفقرة الأولى اللي تو تحدثنا عنها. نعرف أو نحط دائرة على جارت بيل في البداية. جارت بيل عندنا نعرف اللي هو جارت بيل. الجنسية تبعته ناشوناليتي، لو قال لك شو هي جنسيته ويلش، لاعب ويلزي. لو قال لك when he joined ريال مدريد، متى انضم لريال مدريد. he joined ريال مدريد in 2013، في 2013. لو قال لك هذا التاريخ على مين بعود، غالبا لما يكون في بعديه فصل بعود على شيء قبلي، بتقول بيل joined ريال مدريد، بيل انضم الى ريال مدريد. طبعا عندك لو قال لك اللي هو 250,000، على مين بيعود هذا الرقم؟ على قول بيلز سالري، بيلز حط اس الملكيه، بيلز سالري اويك، طبعا راتب بيل في الاسبوع، راتب بيل في الاسبوع. طبعا عندنا لو قال لك 13 مليون، على مين بيعود 13 مليون باوند؟ طبعا تقول بيلز سالري اير او انيوالي، طبعا راتب بيل في السنه. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. نشوف مع بعض الفقرة الثانية. The next paragraph. It's a situation that makes some people very angry. إنه موقف جعل بعض الناس غاضبة جدا، يعني infuriated. But those who are infuriated، لكن هؤلاء الذين غضبوا by it منه، يعني من هذا الموقف، by it من situation it من هذا الموقف. طبعا هي قلنا لكم على جارث بيل. Often forget what players have to do to get to the top. غالبا ينسوا ما يفعله اللاعبين ليصلوا الى القمة. And the risks involved، والمخاطر التي تشتمل عليها كرة القدم. اذا this اللي هو who بتعود على البيبل، سام بيبل، بعض الناس اللي غضبوا من موقف جارت بيل من راتبه العالي، بنسوا انه قديش هم بيعانوا في حياتهم لما يصلوا للقمة. نيجي نشوف كتاب واين بارتون، A New Book by، New Book، كتاب جديد by واين بارتون، شخص اسمه واين بارتون. يعني ايش بتحدث هذا الكتاب؟ Tells the story of some of those who fell on the way up. يخبرنا قصص هؤلاء الذين سقطوا أثناء صعود، أثناء طريقهم للصعود. يعني اللاعب كان بدل كان يصعد في طريقه للصعود ليصبح أفضل لاعب، يعني يلعب مع المحترفين بدل ما هو مع الهواة، تعرض لإصابة فتوقف عن اللعب. عندنا those who fell on اللي سقطوا، طبعا بتعود على players اللاعبين، بتعود على players اللاعبين. These طبعا هؤلاء طبعا هم اللاعبين. These أيضا على players. These are young، هم شباب. طبعا لو أنتم بتعرفوا لاعبي كرة القدم شباب. Who achieved the dream of playing for the famous club Manchester United. إذا العامل المشترك أو what is in common between the three players أو اللاعبين اللي هنتحدث مع عنهم، شو الشيء المشترك بين اللاعبين اللي هتحدث معهم؟ انهم حققوا حلم اللعب مع نادي مانشستر يونايتد المشهور او الشهير. But only had a short careers، لكن كانت مهنتهم قصيرة. او stopped playing، حيسألك سؤال يقول لك why the players stopped playing او their career was short، ليش مهنتهم كانت قصيرة؟ بقول لي often because of injuries، غالبا بسبب الإصابات، غالبا توقفهم عن اللعب بيكون بسبب إيش؟ الإصابات. طبعا مكتب لي فوق because of، due to، بسبب. لو قال لك most of the players stop playing due to، وقول لك space فراغ، تقول له injuries، نفس because of، due to، بسبب. نيجي نشوف الأمثلة اللي حكيت لكم وحنتحدث عنها. بقول لي take young توني جيل، ناخذ أول واحد اللي هو اسمه توني جيل for example، على سبيل المثال. هو طبعا هو توني was on the way on his way of becoming first team player، كان في طريقه ليصبح أفضل لاعب في الفريق. طبعا his أيضا على توني.
when he hurt his leg. طبعا بدك تعمل جدول هالجيت عندك زي ما بنعمل للطلاب، تكتب فيها player اللاعب والانجري اصابته، what is in common والشيء المشترك بين اللاعبين. طبعا اول واحد توني اصابته، hurt his leg الشيء المشترك، حقق الحلم اللاعب مع فريق مانشستر يونايتد. طبعا and was never able to recover، لم يستطع ان يتماثل للشفاء اللي هي cure. اكتب فوق recover cure. order the young forward دانيال جراهام. طبعا عندنا لاعب اخر مهاجم، لاعب اخر مهاجم forward مهاجم، هو طبعا اللاعب نفسه دانيال broke his arm كسر ذراعه and never played professional again ولم يلعب مع المحترفين مرة أخرى، يعني ظلوا مع الهواء أو مع الفرق اللي مستواها أقل. إذن هاي لاعبين اثنين تكلمنا عنهم توني and دانيال، واحد broke hurt his leg تعرض لإصابة في قدمه أو في ساقه في رجله، والثاني broke his arm كسر ذراعه. نكمل في باقي المقال بيقول لي the list of these tragedies، طبعا هاي القصص المأساوية يعني قائمة القصص الحزينة goes on مستمرة، اكتب فوقيها continues. but the story that stands out، لكن القصة اللي برزت تميزت، وعلمنا على كلمة stand out معناها تميزت أو برزت، is that of Giuliano Majorana. طبعا في لاعب اسمه Giuliano Majorana، هذه اللي بتكلم عن قد باقي المقال كله بتحدث عنه الكاتب. At the age of 19 he was playing at an amateur team in Cambridgeshire، وهو عمره 19 سنة كان يلعب مع فريق هو، طبعا فريق هو يعني مش محترفين، في نادي كامبريدجشير. طبعا هذا النادي موجود في انجلند انجلترا. When he was noticed by one of Manchester United's many scouts، عندما لاحظه احد الكشافين في فريق مانشستر يونايتد، طبعا هؤلاء الذين يبحثون عن اللاعبين المميزين في الفرق. هو طبعا بقول لي هو طبعا one of مانشستر يونايتد scouts who was searching the lower levels of players for promising young players، طبعا كان يبحث عن اللاعبين في المستويات او في الفرق المتدنية ليجعل لهم مستقبل واعد او باهر، مستقبل واعد او باهر. طبعا هاي الكلمات تحدثنا عنها promising tragedies، كل الكلمات هتلاقيهم في النص فلازم تكون عارف، فلو صار جايب لك استبدل. نكمل بعد ما لاحظه احد الكشافين في مانشستر يونايتد، في فريق مانشستر يونايتد. علم معي هنا at first في البداية Giuliano thought، اعتقد Giuliano، علم على thought بكتب فوقها كلمة think على اساس لو قال لك what did Giuliano think تقول له he thought اعتقد. At first Giuliano thought the offer انه العرض of a trail for the world famous Manchester United or Manchester club was a joke. في البداية اعتقد اللي هو Giuliano انه العرض اللي قدم له من فريق مانشستر يونايتد المشهور كان عبارة عن مزحة، يعني كأنهم فكر انهم بيمزحوا معه، فكر انهم بيمزحوا معه. مهم هذا جدا السطر، بس لو سألك سؤال the offer was the offer for Giuliano from Manchester United was real، كان حقيقة، هتقول له true ولا false؟ طبعا true، كان حقيقي، لكن هو اعتقد انه joke. what did Giuliano thought أو what did Giuliano think، ماذا اعتقد Giuliano؟ هتقول he think it was a joke، انها مزحة. It wasn't only months later، لم تمر سوى شهور بعد ذلك، he played his first match، لعب أول مباراة له. طبعا he his لقيتها من أول من هنا لآخر المقال بتعود على Giuliano. لعب أول مباراة له at the United's home ground Old Trafford، طبعا لعب أول مباراة له على أرض ملعب مانشستر يونايتد، اسم ملعبهم هذا اسم الملعب Old Trafford. لو قال لك what is the name of the playground، طبعا اسم الملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد. He still remembers، ما زال يذكر the mixture of excitement and terror، لا يزال يذكر مزيج من الإثارة والخوف he felt الذي شعر به. طبعا هنا حيسألك أيضا سؤال، علمنا عفلت واكتب فوقها feel كيف كان شعوره، how did he feel when he first played أو when he played his first game، كيف شعر عندما لعب أول مباراة له. هتقول mixture of excitement and terror، مزيج من الإثارة والرعب أو الحماسة.
طبعا وعلمنا على كلمة mixture of، هناخدها في الدرس الثاني لما نشرحه إن شاء الله. نستكمل مع بعض line 35 سطر 35. unfortunately لسوء الحظ، يبقى اللي جاي سيء. unlikely unlikely أو unlucky لسوء الحظ. he didn't get on well with the manager، لم ينسجم مع المدير. وعلم زي ما أنا علمت معك اللي هي with بتيجي مع get on well، لم ينسجم أو يتأقلم مع المانجر مدير النادي. and was soon playing in a reserve team، بدأ يلعب في الفريق الاحتياط. It was in a reserve match 2 years later. كانت مباراة احتياط بعد سنتين من ما لعب أول مباراة له. That his knee was badly damaged. تعرض لإصابة بالغة في ركبته. أو إصابة خطيرة. يعني إنه damaged يعني يزمن نقول بالعامية فشفشت رجله أو تكسرت اللي هي ركبته. اذا بنصل الى اصابة جيليانو، لو انا زي ما قلت لكم اعملوا الجدول هتقول البلاير يقول لك جيليانو، يقول الاصابة تبعته his knee was badly damaged، ركبته اصابته كانت فيها ايش بالغة او خطيرة. طبعا his knee كله بنعود على مين؟ على جيليانو. soon بعد ذلك at the age of 24 على عمر 24، هو قلنا تعرف متى بدأ started at the 19 في عمر 19 سنة. في عمر 24 سنة his career was finished، انتهت مهنته أو مسيرته الكروية، بطل يلعب كرة قدم على عمر 24، يعني السنوات اللي لعبهم 5 سنوات. for 7 years after that، بعد 7 سنوات من ذلك، يعني بعد 7 سنوات من الإصابة، he couldn't even watch football، لم يتحتمل أو لم يستطع حتى مشاهدة كرة القدم. طبعا he now works for his family's business، يعني يعمل الآن مع عائلته في شركة back in Cambridge، في العودة عادة إلى كامبريدج. moving furniture، شو هي مهنته اللي أو مهنة عائلته أو شو عمل عائلته اللي هي نقل الأثاث، نقل أثاث، ربما بيشتغل على سيارة وهكذا. and he says، مهم الكلام الأخير اللي بيقوله جيليانو، بيقول لي he says ويقول طبعا جيليانو that he now wishes، هو الآن يتمنى، طبعا مازال الآن تمنى عن شيء في الماضي، يعني يندم regrets، يندم على هذا الشيء. he hadn't been so good at football when he was young، تمنى لو أنه لم يكن لاعبا جيدا في كرة القدم عندما كان صغير، عندما كان صغير. This is the first period in unit 9. هذا أول درس في الوحدة التاسعة. خلينا نشوف مع بعض أسئلته الموجودة في الكتاب، لأنه لو صار جايك حيجيب لك أسئلة الكتاب أو حيجيبها شكل صح وغلط أكمل فرق، لكن حيجيب أسئلة الكتاب إن شاء الله في الامتحان. Answer the questions، أجب عن الأسئلة. بقول لي What nationality is Garth Bell؟ ما هي جنسية Garth Bell؟ طبعا حكينا لكم في النص إنه Welsh player، Welsh، he is Welsh، إنه لاعب ويلزي. ترجع للنص هتلاقيها موجودة. سؤال اثنين بقول لي What is a common reason why young players stop playing؟ ما هو السبب الشائع لماذا اللاعبين الصغار يتوقفون عن اللعب؟ قلنا due to أو because of injuries، بسبب إيش؟ الإصابات، because of injuries، بسبب الإصابات. نورجيكم إياهم عن نص حل 1 و2. طبعا حل السؤال الأول ويلش بلاير، لاعب ويلزي. حل السؤال الثاني because of injuries، بسبب الإصابات، because of injuries، بسبب الإصابات. هذا حل السؤال الثاني. نشوف سؤال 3 بيقول لي what did Giuliano Maiorana think when he was first asked to play for Manchester United؟ بيقول لي ماذا اعتقد جوليانو عندما طلب منه اول مره يلعب مع فريق مانشستر يونايتد؟ قلنا لكم في بدايه في الفقره الجزء الثاني من الفقره، قلنا اي توت ات واز، اجب اعتقد انها كانت مزحه، يعني بيمزحوا معه. شوفها في النص، طبعا هاي كلمه ات فيرست وثين، قلنا لكم توت اللي هي ات واز، اجب انه العرض كان ايه مزحه، هي الاجابه. Exercise 4 سؤال 4 بيقول لي How did he feel the first time he played for Manchester United؟
كيف شعر عندما لعب أول مباراة له مع مانشستر يونايتد؟ قلنا هي a mixture of excitement and terror، مزيج من الإثارة والرعب أو الخوف. نشوف على النص، طبعا هنا اللي هي mixture of excitement and terror، mixture of excitement and terror، هي إجابة سؤال 4 exercise 4. The last two questions، آخر سؤالين، بيقول لي how does he feel now when he looks back on his football career، كيف يشعر الآن جيليانو طبعا عندما يعود بتفكيره للوراء إلى مهنة كرة القدم، يعني لما يتذكر مهنة كرة القدم. طبعا he sorry that he was ever successful، يندم أنه كان ناجحا أبدا. طبعا هذا آخر شيء تكلمنا عنه، يندم أنه كان ناجحا في كرة القدم. The last question، آخر سؤال، بيقول لي does the writer feel angry about football stars salaries، هل يشعر الكاتب بالغضب تجاه رواتب لاعبي كرة أو تجاه رواتب نجوم كرة القدم؟ طبعا ما تكلم الكاتب عن هذا الكلام، لكن حكى عنه الكاتب انه he realizes that being a professional footballer is not an easy life، انه تكون لاعب محترف في عالم كرة القدم ليست حياة سهلة، انك هو ادرك انه تكون لاعب كرة قدم محترف ليست حياة سهلة، وهذا تكلم فيها في بداية الفقرة الثانية لما قال انه هؤلاء الذين غضبوا ونسيوا انه المخاطر وهكذا، فيدرك ان تكون لاعب محترف ليست حياة سهلة. طبعا هذا ببساطة كان شرح الدرس الأول للوحدة التاسعة، وانتظرونا في شرح الدرس الثاني إن شاء الله قريبا إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس، تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح.